اهلا بكم من جديد. اعرف الشيخ رجب هلال حميده يمكن من 16 17 سنه. يعني كنت شاهد على تطورات كتيره جدا في مسيرته السياسيه، هزائم، خسائر، انتصارات، انكسارات. لكن الحقيقه انه كان بعد كل ازمه لما بشوفه كنت بلاحظ انه روحه ما بتتغيرش. يعني هو الرجل طيب القلب، القريب جدا من الناس، مش بس اهل دايرته لكن الناس عموما، لا يقصده انسان في شيء الا واستجاب يعني. ويمكن ده اللي دايما كنت اضحك معاه واقول له انت شيخ رجب اللي بيجي عليك ما بيكسبش. اتحققت الحكايه دي في مرات كتيره جدا، لكن النهارده الحوار مختلف. يعني هو اعلن استقالته من حزب مصر العروبه، الحزب اللي اسسه سامي عنان بعد 30 يونيو. له اسبابه، له دوافعه، له مبرراته. وعايز اقول لكم حاجه، انه يعني هو خطيب مفوه لا يبار، يعني عندما يتحدث لا احد يستطيع ان يقف امامه. شيخ رجب ازاي؟ ازيك يا دكتور محمد؟ انا سعيد ان انا معاك. طبعا انا سعيد جدا. صديقي واخويا اللي بعتز بيه زي انت ما قلت. بس انت قلت كام سنه؟ احنا بنتكلم 17. ايوه كده اظبط. انا سمعتها 16 يعني. 17. فشفت انت اللي تعرضت له كتير جدا. كتير. لكن كان دايما كل ما اتعرض لشيء اهم حاجه ان انا ابقى ملتزم. لا اخرج اشم لا في بلدي ولا في قياداتي، لان عندي مؤمن بالقدر. ان كل خطوه بخطوها الله سبحانه وتعالى كتبها وقدرها قبل ان اتي لهذه الحياه. طب خلينا سعيد بيك يعني. لا انا سعيد جدا ان احنا موجودين مع بعض. وتحياتي لكل الساده المشاهدين يعني. وبعدين دي حوارات ممتده يعني لسنين طويل. لا شرف ليا انا اعرفك يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي بقى المشهد النهارده. طبعا لو كان سامي عنان استمر في السباق الانتخابي كان المشهد النهارده بقى مشهد يمكن اكثر تاثيرا، مشهد فاصل. استقالتك تحديدا، لان هو لما عمل الحزب كان الناس بتيجي تسال ما حدش عارف حد تاني في الحزب، يعني ما ايه مصر العروبه ده؟ يعني الناس كانت تعرف سامي عنان ورجب حميده، ما يعرفوش حد تاني. يمكن حتى الاعلام بره وجوه مصر لما كانوا بيحبوا يسالوا عن حاجه فكانوا بيرجعوا لك. انا اعرف انك واخد القرار ده من ايام، يعني عشان بس الساده المشاهدين ما يربطوش ما بين انه لما سامي عنان حصل له كده فانت استقلت. لا مش اخلاقيات يعني. انا اعرف ده من ايام. نعم. صحيح، عشان بس التوضيح، لانه يمكن ناس تربط. هوضحه في كلامي. يمكن ناس تربط. قول لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان في منتصف 2013 جاني زميلي اسمه محمد فرج من شباب الثورة ومن شباب تمرد، وكان هو أمين الشباب بعد كده مع سيادة الفريق سامي عنان. قال لي سيادة الفريق، أنا ما أعرفوش، أنا بقعد في باب اللوق، مكتبي في باب اللوق، وقهوتك في باب اللوق، قهوتي في باب اللوق، مطعمي في باب اللوق، أهلي في باب اللوق، اللي أشرف ناس من وجهة نظري ولهم فضل عليا اهل دايرتي في عابدين، ما صعب قوي زي السمك كده. فلقيته جاي بيقول لي انا فلان الفلاني، اول مره اتعرفت عليه قعدنا العلاقه استمرت. لقيته جاي بيقول لي تعرف الفريق سامي عنان؟ قلت له العلم لا يعرف، ومن لا يعرف سياده الفريق رئيس الاركان. قال لي هو عايزك. قلت له عايزني انا؟ ما اعرفوش بقى من الناحيه المعرفيه البحته. مش معرفه شخصيه. قال لي لا ده هو عايزك ضروري جدا. المهم عشان ما اطلش رحت في مكتبي القديم عند نادي الصيد. تقابلت مع الرجل، رجلا مضيافا، رجلا بشوشا خلوقا بالامانه يعني. احنا هنحاسب امام الله سبحانه وتعالى. قال لي انا عايزك معانا في بنأسس حزب اسمه حزب مصر العروبه، وانا عارف عندك خبرات في العمل الحزبي، العمل الحزبي والعمل السياسي. كمل الراجل حوار طويل. قلت له سيادتك انا لسه خارج من السجن، وربما ده ما يتوافقش مع حضرتك، خاصه ان كانوا موجهين لي اتهام في موقع لعينه اسمها موقعة الجمل
قال لي بس ما تكملش. انت رقم واحد اللي كنت مصدوم. نفسه وحان يرزق ويسمعني الان او لا هو بيتحقق معاه؟ بيتحقق انا معرفش مش متابع لان انا كنت تعبان جدا وجات لي غيبوبه النهارده وكانت قصه وجيت عشانك والله. ربنا يخليك. ورحت عند استاذ احمد موسى برضو شويه واروح كده يعني. دي امانه لازم نتحملها ونوصل. فقلت له سيادتك، قال لي لا انت مظلوم وانا عارف، ويا رجب انا عارف كل شيء الفتره بتاعت يناير باحداثها بمين اللي عمل ومين اللي ما عملش. انت كنت في حالك، مش انت كنت عامل مستشفى ميداني في مسجد عباد الرحمن في باب. قلت له ايوه يا فندم صح. قال لي شفت بقى؟ قلت له ربنا يخليك. قلت له وعلاقتي كمان بالاستاذ الدكتور ايمن نور والخلافات اللي كانت موجوده، وقعدوا يقولوا بتخربوا الاحزاب بتخربوش الاحزاب، وهم اللي قال لي برضه ما فيش مشكله. المهم كملنا، بقيت انا عضو في الحزب. بعد كده قعدني مع مجموعه من القاده العسكريين السابقين لواءات محترمين، تناقشنا تحاورنا ناس مهذبين، كلهم شاركوا في تاسيس الحزب، تاسس الحزب، قام الحزب، وزع الاختصاصات والمواقع، بقيت انا امين عام السياسات في هذا الحزب. امين عام السياسات. السياسات، لان عندنا امين عام كان. مين بقى الامين العام؟ الدكتور عيد قطب، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، برلماني 20 سنة. 20 سنة خبرات تراكمية، وهيعمل في الإمارات. كان أمين الحزب، أمين عام الحزب. اختير أمين عام الحزب وأنا أمين عام السياسات. والنائب رئيس الحزب كان رئيس الحزب كان الدكتور سمير سامي عنان. كان نائبه الشقيق الفريق سامي عنان، وفريق سامي عنان ملوش موقع لكن هو اب روحي وزعيم. هو مؤسس فقط لكن مؤسس، ما كانش هو ليه منصب. هو كمان حزبي. ملوش اسم في التاسيس، لكن هو شارك ودعم بكل قوه. وكنت اساله الحزب ده صغير على حضرتك كنت رئيس ركن. قال لي انا اريد ان يكون هذا الحزب منطلقا لتعميق مفهوم الديمقراطيه ولتخريج كوادر سياسيه قادره على خلق حركه سياسيه. انا فاكر كلام حركه سياسيه وفاعله وبتاع كده. طول عظيم اشتغلنا لغايه ما جت انتخابات مجلس الشعب. دخلنا انتخابات مجلس الشعب، 9 كلهم سقطوا بالحزب. خلاص قدر الله. 9 بس؟ 9 اللي دخلوا كلهم ست. ما هو كان حزب وليد كلهم ست. اللي هو عادل الصعيدي ضمن ولا انت كل الاعضاء كنت 9؟ اللي هو عادل الصعيدي عمل اعاده في الباجور. ويعني مش عايز ادخل في القصه دي. تمام. بس هنا انت كنت دخلت الانتخابات وانت حريف انتخابات يعني. نعم يعني عملت كل حاجه. حريف انتخابات على ايدي يعني. عملت كل ما كانش معايا فلوس، لم يقدم لي دعم. طب ما انت كيف مرات دخلت قبل كده ما كانش معاك فلوس ونجحت؟ المره دي في فلوس كتيره بتتصرف. عايز فلوس اعمل دعايه، عايز فلوس اصرف على الناس. طب انت ما طلبتش منه في الحزب؟ لا ما حصلش. هو الراجل للامانه عمل لي حوالي من 70 يافطة وبعتهم لي مع ابن شقيقتي. 70 يافطة دول ما يكلفوش 30,000. لكن ينزل. لم أحصل على أي دعم مالي نهائيا من الحزب. فكل اللي ترشحوا على اسم حزب مصر مصر. إيه الأسباب؟ الله أعلم. تمام. هل إحنا ما خدناش أصوات أو خدنا أصوات ودفعنا الثمن عشان إحنا رحنا هنا؟ ماشي، دي القضية. تواصلت، قالوا اللي هو عادل الصعيدي، قال له احنا سقطنا بسبب حضرتك في الاجتماع الهيئة العليا. مش يقول له كذا، قال له اللي والله ما حدش يقول الكلام ده، اللي مش متحمل العمل معايا يمشي. كويس. اللي هو عادل قعد شويه وبعدين مشي. من سبب منصبه كأمين. يبقى مشي عيد قطب، الاستاذ الدكتور عيد قطب، اللي هو عادل الصعيدي، الدكتور اكرم الزغاط، الاستاذ محمد فرج، امين الشباب اللي جابني وهو الساعد الايمن. ده كان من شباب تمرد. ايوه من شباب تمرد. حضرتك بقي في الحزب الاخ الاستاذ حاتم عنان شقيق سياده الفريق، وهو رجل احسبه على خير. رجل متصوف قريب من الله ورجل خلوق. والاستاذ سمير هو رئيس الحزب وكان لا يحضر خالص. ده ابن وهو شخص ايضا مهذب وخلوق بس ما كانش بيحضر. دكتور سمير حضر اجتماع مره ومن بعدها لم ايه تمام. يحضر اجتماع له ظروف تتعلق بعمله بشغله الى اخره. وكنت انا يعني كان كنت انا الكارنيه بتاعي رقم 4. كان دكتور سمير
الاستاذ حاتم، الدكتور عيد قطب، رجب هلال حميده، رجب هلال حميده، مش الدكتور عيد قطب، مش موجود. طب انا قاعد بدير، طلبت ان انا اعمل تكوينات واعمل حزب مؤسسي واعمل بناء مؤسسي قوي وقواعد رفضوا. خلصت الانتخابات، استنى اجتماعنا اجتماع واتنين بعد كده مفيش اجتماعات. محدش قال لك انت فيه. لا نعم؟ محدش قال لك انت فيه. خالص ولا لاي حد، الناس كلها بتمشي. انا برضو مستمر مع الرجل، بيني وبينه عشره طيبه، ما اقدرش اسيبه في الناس كده بتمشي. قلت يمكن الحزب ينصلح. بس انت بخبرتك، معلش يعني بخبرتك الحزبيه من ايام الاحرار ومرورا بالتجربه بتاعه الغد وفي وبعدين في البرلمان، يعني ما كنت منتظر ايه؟ يعني حزب وليد تقريبا حزب مبتصر يعني. ايوه انا قلت انتظر، لان المناخ كله في مصر عدد الاحزاب الكتير والناس اصلا مش مؤمنه بالتجربه الحزبيه، اللي هو المواطن المصري مشغول باكل عيش والى اخره. فقلت ربما يصلح الامر لغايه ما ادخل. انا مش عايز اطول في القصص دي كلها. احنا عايزين نوصل للنقطه الساخنه دي. ايوه جينا بقى من 8 شهور تعرض الفريق سامي عنان لبعض الاقلام بتنال من وحضرتك واحد منهم. لا انا اولها. انت بامانه اللي انا قابلتك وقعدت معاك في قلت لك ايه؟ قلت لك انا بحب هذا الرجل ويا اخي توقف، ليه بتهاجمه؟ حضرتك قلت انا عندي اسباب ومبررات وكانت عندي معلومات وانا وعندك معلومات. قلت لك طب، وانت توقفت بعدها بعد ما عملت العلاقات ودخلنا في حوار انا وحضرتك مع الاستاذ الصديق العزيز خالد صلاح على قناه النهار. بس انت فاكر انا قلت لك ايه في انت قلت لي ان يعني المداخله دي جاهزه يا شباب يا اساتذه. فاكر قلت ان في تمويل مليار دولار. لا مش المليار، جاهزه. طيب لا انا سيبك من المليار. فاكر انك قلت، قلت ستكتشف مؤخرا. ايوه انا قلت لك انك ستكتشف في لحظه ما حقيقه ما يجري في الحزب وستتقدم باستقالتك. ايوه كان في 17 مايو مع السنه اللي فاتت. مظبوط، دي حقيقه فعلا. مع صحيح لو جاهزه دي يا جماعه يعني جهزوها لنا برضو، هي الوقت دي وثيقه في الحياه السياسيه المصريه. طب انا طلعت رديت، بنت صحفيه سالتني، قلت لها بتقول لي هل هذا الهجوم، قلت لها انا ارفضه تماما. هجوم غير مبرر، وكان من الممكن ان يذهبوا للفريق في مكتبه ويسالوه، خاصه وده رجل له حيثيه قائد عسكري. وانا بالامانه ما بحبش حد يهين حد او يتكلم على اي حد. بس احنا كنا بنتعامل مع كمدني على انه خرج عمل سياسي. ايوه انا مع حضرتك. لكن انا يعني فقالت لي طب هل ده مرتبط بالانتخابات الرئاسيه؟ قلت لها والله ده انتخابات رئاسيه ايه، ده لسه فاضل سنه وحوالي 4 شهور. صحيح. قالت لي طب هل هذه الفكره تراوضه؟ قلت لها بلا شك، وهذا حق دستوري وقانوني للفريق سامي عنان ولغيره من المصريين، وهذه فكرة تراوضه، لأنه كان في انتخابات 2014 اللي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قاب قوسين أدنى من اتخاذ قرار بالترشح وخوض الانتخابات وتراجع، فهذه الفكرة تراوضه. وكان ما رضيتش أقول كلام كتير إن دي فكرة تراوضه وبيستعد لها وبيرتب لها منذ اليوم الاول واحنا مع بعض في العيش، وده مش عيب، ده حق. لا انت بتسرد وقائع. يعني بتقول وقائع. المهم جزء من تاريخنا الحالي. البنت يعني بعد ما ادت لها هذه التصريحات طلعت على المواقع، الدنيا كلها القنوات كلمتنا، الفريق سامي عنان سيترشح سيخوض. الراجل كلمني قال لي انت تسببت لي في حرج. قلت له في حرج ايه؟ قال انت قلت انا هترشح. قلت له انا قلت انا هترشح. وفاكر حضرتك يومها لما استاذ خالد صلاح بيسالني، قلت له لا، الرجل لم يتحدث لا في شان ترشيح ولم يعلن، ولكن انا قلت انها فكره تراوض نفسه لانه كان قاب قوسين اول. هو الفريق قال لي انت دي مساله وارجو. قلت له خلاص اتفقنا. استنيت على ان يحصل طلب منك انك ما تتكلمش مع الاعلام. قلت له ازاي وانا امين عام سياسات هذا الحزب؟ انا اللي المفروض باروج لافكار هذا الحزب، بادافع عن
مكتسبات هذا الحزب، بناقش كل الاطروحات اللي بتحصل، انا اللي برسم والتزمت استراتيجيه، ومع ذلك احتراما لحضرتك سالتزم بذلك. ما خرجتش. لكن تيجي انت بقى تستضيفني في قناه عشان اقول، كنت أكد في كل لقاءات سواء في موضوع اقتصادي موضوع سياسي، شاركت في قنوات مع الأستاذ وائل الإبراشي مع كذا مع كذا، عد كثير جدا في قناة أكد أقول لهم هذا الكلام على مسؤولياتي، ولا ومالوش علاقة علاقة بالحزب، بس أنا ما زلت أمارس. فضلت بقى من الفترة دي بنتكلم تقريبا من مايو مايو ما فيش بقى نشاط يذكر، إلى أن فوجئ صبيحة مساء يوم الخميس قبل الماضي اللي هو صبح الجمعة، بيان صادر لم أعرف عنه شيء. الإعلاميين بيسألوني، لقيت التليفون ده البيان بتاع سامي بلح، لقيت مرة واحدة التليفون بتاعي أنا ده البيان اللي قال فيه سامي بلح إنه تواصل مع سامي حنان وقال له إن الحزب هيرشحك، وقال ووافق تمام. ده الخميس لقيت بقى الناس، لقيت فجأة واحدة كده التليفون، أنا مسجل كتير جدا من الأصدقاء والزملاء في الإعلاميين سواء في إعلام مسموع مقروء مرئي، لقيت أرد على ده، يقول لي في بيان صدر فريق وافق على خوض الانتخابات. طب أنا معرفش إزاي يا عم، وأنت مين عامل سبتوه؟ أنت بتدوني فرصة بس أرجع، مين اللي طلع البيان؟ جبت صفحته لقيته نشره على صفحته. قلت يمكن صفحته اللي هو امين عامل حزب. قلت يمكن صفحته مخترقه. قمت كاتب له على الواتساب بقى. قام بعت لي، قال لي يا رجب، طلبته الاول ما ردش، بعت له قال لي ايوه البيان صحيح، وانا فادركت، فبدات اتواصل مع الاعلام. ومع ذلك قلت للاعلاميين في متحدث لاسم الحزب وامين عام الاستاذ سامي بلح، فارجو ان تتواصلوا معه لتحصلوا على اي معلومات. تمام. واديت لهم انا رقم تليفونه. رقم تليفون الاستاذ سامي بلح اديته للاعلاميين، وقلت له ارجو ان تتواصل مع الاعلام لترد على تساؤلاتي لانني لا اعرف. طب انت شيء. ما حاولت ما اتصلتش بسامي علام؟ طبعا ده اتصلت بيه لم يرد، وبقينا نتواصل عبر ايه؟ الواتس. رسائل متبادله بيني وبين الفريق. الناس تواصلت مع الاستاذ سامي لقيته بيشكو لي، قالوا ما بيردش، واذا تكلم ما بيديناش معلومة حقيقة او مش. قلت لهم لا، ده قيادي كبير في حزب الوفد وبتاع من قبل، ولقيت الناس بتقول معلومات انه اتفصل ليه من الوفد، لغايه ما جه صحفي قال لي مساله كده معينه، قال لي ده هم بيقولوا ان انت كنت بتظهر على قنوات الشرق والجزيره وغيره، وعشان كده عايزين يجمدوا عضويتك، لان هم متهمين بالانضمام بالتواصل مع الاخوان، فعايزين ينفوا حكايه الاخوان انهم ياخدوا قرار بتجميد عضويتهم. انهم متواصلين مع الاخوان يعني انا قلت طيب، يعني انت بعت للاستاذ سامي بلا، فقال لي لا ده غير حقيقي وبتاع. قلت له حقيقي مش حقيقي، انا اثر عليك الطريق انت وسياده الفريق. انا مستقيل ده يوم الخميس، وباخترق باستقالتي يوم الخميس مش الاولاني، الخميس اللي فات ده. قلت له انا يوم الجمعه اسف بعد الصلاه. استمرت المكالمه حوالي 35 دقيقه. انا بنعتز بيك يا رجب بيه وتاريخك، وانت سياسي وسياده الفريق. قلت له انا بحترمه على المستوى الشخصي وبقدره، قائد عسكري راجل حارب من اجل مصر وبينه وبينه يعني الاستقاله فقط، لان هم قالوا ان هم هيجاوبوا عضويتك عشان ينفوا. لا 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 لا، ده كانت حصلت بقى، ده امور كثيره جدا. ايه هي بقى؟ فوجئت في الفتره دي وانا صامت، الفريق بعت لي قال لي ما تتكلمش مع العلم تاني. قلت له طيب، نرجو تحديد موقع كل واحد ومسؤوليات كل واحد داخل الحزب، وإن كانت هناك رغبة في عدم مشاركتنا في هذا الأمر فأرجو بدون حرج أن نرفع عن سيادتك الحرج وأن تبلغنا. لم يبلغنا. لدرجة أن كان عندي مناسبة ابنك، أنا عارف أنه أنت عارف أن كان يوم السبت ابني بيتزوج، بعت له كمان دعيته، لم يكلف حتى خاطره أني التمست له العذر، يمكن يكون في عنده ظروف، عنده بقى في التجهيز بقى في نعم. كان مشغول في التجهيز للانتخابات. فالمهم الى في الفتره دي كلها قبل حتى هذا الموضوع، وانا ملتزم الاحترام، بتحدث احداث. ايه هي؟ لقيت طيور مهاجره من خارج الحزب،
لا تعرف الحزب ولا الحزب يعرفها. مستشار هشام جنينة. لا دي مش طيور، مش طيور مهاجرة، دي طيور غازية تغزو يعني. مهاجرة من أماكن من أسرابها أخرى. وحطت علينا ساقطة فغزت الحزب. الحزب يعني ما لهمش علاقة يعني. ما لهمش علاقة. هشام جنينة مهاجرة من أماكن جاية في هشام، مع احترامي الشديد لكل الأسماء وكل هذه الشخصيات. مستشار جنينة قلت إيه ده؟ طلع الفريق سامي عنان ببيانه يوم الجمعة وقال إن أنا بأعلن ترشحي خوض الانتخابات وبتاع وكلام اللي البان عشان ما ناخدش وقت وما نعطلش الدنيا، وباخد ومعايا المستشار جنينة كنائب لكذا والدكتور حازم حسني لكذا. مين حازم حسني؟ أنا عارف هشام جنينة كاسم، ماليش علاقة بيه شخصية. قال لها تكلم حد، مش كلمته دكتور عيد قطب. قلت له ايه اللي بيحصل ده؟ مين دول؟ مين دول؟ وجايين ليه في التوقيت ده؟ وما انضموش ليه للحزب قبل كده؟ واحنا بنعمل ايه؟ قال لي انا بعدت قبلكم ورغم علاقتي المتواصلة بالفريق. قلت له انا كمان ممكن ابعد وتبقى علاقتي متواصلة بيه على الجانب الانساني والاخلاقي، ولا اسيء اليه ولا يسيء ولا حتى اقبل ان احد يسيء اليه. احنا بنتكلم في ممارسة سياسية بحت. بنبتعد، لقيت هذه الاسماء وقام طلع قرار. فطب انا عارف الاستاذ الدكتور المستشار هشام جنين وما وعلامات الاستفهام والتساؤلات والاقاويل، وفي مؤسسات دولة هي اللي بتتابع وهي اللي بتراقب وهي اللي بتحاسب وهي اللي بتحقق الى اخره. لكن انا اخد بالي من المسألة دي واحذر من المسألة دي، ومن حق الفريق سامي عنان ان يختار من شاء لحملات، لكن من حقي انا ومن حق غيري. هو دلوقتي الهيئة للانتخابات رفعوا اسمه وكشوف الناخبين خلاص. لا ماليش دعوة، ده اجراءات انا لا علاقة. احنا بنتكلم انا اقول بس خلينا هنا، خلينا ما انا عارف انا خلينا في ايه بقى، ان هو انت سيادة الفريق من حقك ان تختار من شئت، تختار نائب اتنين، تجيب ناس من بره ناس من جوه، ومن حقي انا ومن حق زملائي في الحزب ايضا ان نختار ما نشاء. فمن لازم يغضبكم؟ هتقول للتوقيت، انتم الذين بداتم باختيارات خاطئه في توقيت خاطئ. انت اللي جبتوا ناس من خارج الحزب، انتوا اللي همشتوا قيادات الحزب، انتوا اللي ما اشركتوا، انتوا اللي صدرتوا بيان للمجتمع المصري ان الهيئه العليا قررت واجتمعت واختارت الفريق سامي. حتى انا لما كنت بسال مع الاستاذه بسمه بابا وغيره في بعض القنوات وعملت مداخلات لهم، نعم الخبر صحيح حسب ما ورد في بيان الاستاذ سامي بلح الذي نشره على صفحته، من ان الهيئه فمنسبه ليه للمنشور، الى ان اكتشفت ان لا في هيئه عليا مناعض قيادي. ازاي يا عليا تجتمع ده حتى الاستاذ سامي بلح ما كانش في الموضوع. لا كان في الموضوع بقى. هو الاستاذ سامي بلح وسياده الفريق هم اللي متواصلين، وطلب انه سياده الفريق ان ينشر مثل هذا البيان على صفحته ويصدر. بس انا اسالك طبقا لمعلوماتك، يعني في تفصيله كده في النص، بان من البيان اللي عمله سامي بلح انه هم اتفقوا وبعدين بلغوا سامي يعني. تمام. ايوه هم الترتيب ده كان أيوة صح. دي حقيقه، وطلب سياده الفريق من الاستاذ سامي بلح بالتليفون، تواصل معاه بالتليفون وقال له انشر بيان يقول ان الهيئه العليا. ايوه انا بسال على الترتيب. احنا سالنا ان الهيئه هي التي طلبته، لكن هو عنان هو من طلب نشر هذا البيان. صحيح. ده حقيقي. لكن ما فيش حاجه اسمها هيئه عليا، ولا يمكن للاستاذ سامي بلح أن ينشر مثل هذا البيان أو غيره من بيانات صدرت بعد ذلك تتعلق بتوكيلات أو التشكيك في الشرع دون موافقة دون موافقة الفريق سامي عنها. تمام كويس، وصلنا كده. لأن أنت شعرت أنه لا 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 هذه الطيور المهاجرة وأنتم مالكوش. دي واحد. لقيت بقى كمان قرار بيصدر في اختيار شخص يدعى محمود رفعت. قلت له مين بقى محمود رفعت؟ الفريق أصدر له قرار ان هو يبقى المسؤول عن الحمله في الخارج ومنسق عام لحمله الفريق في الخارج. قلت لهم فيه تواصل الاعلاميون معايا، قلت لهم ما اعرفش،
تواصلوا مع الاستاذ سامي بلح وانا مديكم ايه تليفون، تواصلوا معاه وقالوا لي ان فعلا قال الخبر صحيح ومحمود رفعت. قلت لهم لا ده انا ابحث بقى، جبت صفحته، جبت التويتات اللي كاتبها على تويتر واعلن كل يوم بيعلن شرفته بصدور قرار سياده فريق سامي عنان بان اكون منسقا عاما. مين رفعت ده يا فندم؟ محمود رفعت. ادور عليه لقيته بكل كتاباته بلا استثناء معاديه للنظام السياسي في مصر تماما، معاديه لمؤسسات الدوله المصريه تماما. تم تعادي مؤسسه الجيش، ما تعادي مؤسسه الشرطه، اما تشكك في مؤسسه القضاء، اما تحاول ان تشكك الناس في مؤسسات الدوله، تبقى انت ضد مين؟ هتيجي تقول لي لا ده انا ضد الشرطه بس، ضد الجيش بس، ضد القضاء بس، ضد كذا. لما هي دي مؤسسات الدولة تتشكل من مجموعة من يعني المؤسسات. كان هذا هو الشخص هنا يعني ضد الدولة. ضد كان هذا هو الشخص اللي طاره عشان اشوف صفحة فيها فتخوفت. دورت، دخلت على اللي بيعلقوا وابحث في صفحاتهم عشان انا مش عايز اعمل حاجة تغضب ربنا. الا ما تكون جمعت المعلومات يعني. عايز ارضي ضميري، اجمع المعلومة واتبين واتحقق كاملا حتى لا اظلم نفسي ولا اظلم الاخرين. لقيته شخص مرتبط بجماعات معاديه للدوله المصريه. لقيته شخص بيعادي هو نفسه الدوله المصريه. يبقى عندي ده. ادور على استاذنا الاستاذ دكتور حازم حسني، وصدروه على انه استاذ علوم سياسيه، وهو في الحقيقه انا بحس هو استاذ احصاء. ده صحيح. احنا قلنا المعلومة دي من طيب ده شوية. استاذ يحصل ده لا يعيبه لو كل التقدير، لكن احنا كنا معترضين بس على انه تصديره انه استاذ علوم سياسية. انا اقدر اقول على نفسي غير ان انا حاصل على ليسانس الحقوق ودرجة الماجستير عشان عامل دبلومتين في القانون، في القانون الخاص والقانون الجنائي في جامعة عين شمس. ما اقدرش لو واحد قال لي يا دكتور رجب اقول له لا انا مش دكتور. الامانة مع الناس تقتضي ذلك. يعني سموا الاشياء باسمائها. اما تيجي الناس تصدرك للمجتمع المصري انك استاذ العلوم السياسيه ولا تنفي، فانت تريد ان تعطي انطباع للناس انك فاهم في الشؤون السياسيه. ممكن الا تكون اصلا دكتور علوم سياسيه وتتحدث في الشؤون السياسيه وبدقه، وتستطيع ان تنظر، وتستطيع ان تصنع الكادر السياسي بالخبرات التراكميه. تمام. لان ما يدرس في داخل العلوم السياسيه هو يدرس في الواقع في الإلى إلى إلى، ممكن تحصله من قراءات، ممكن تحصله. دي ملاحظتك الوحيدة على حازم ولا لا؟ لا لا استنى. لقيته كمان كل كتاباته والآخر ضد السياسات وضد المؤسسات، وهذا حقه في النقد، ينقد ما شاء. لكن لقيت بقى الغريب ان تويتات كثيرة جدا كان يعادي فيها الفريق سامي عنان قبل كده طبعا. ويقول له انظر الى نفسك وانت تعطي التحيه لعسكر. ايوه قال له كلام وحش قوي طبعا. فكل ده انا مش عايز اكرره. فازاي شخص زي ده وكان بيحاول اهانه الفريق وبيحاول حتى من يسخر من لغه الجسد وامور كثيره جدا، وهو كتاباته كلها تشكيك في الاوضاع في داخل الدوله المصريه، خاصه كان يعني بيهتم بالاقتصاد عشان هو مساله الاحصاء والكلام ده كله. وبعدين تقوم طالع الدكتور ده حازم حسن يقول للاستاذ سامي بلح، طلب منه قال له ما تقولش تاني ان الفريق سامي عنان مرشح الحزب. دي كانت نقطه فارقه بقى. قال له انا قال له ما تتكلمش كمان باسم الحزب تمام ولا باسم الفريق، خليك كده لغير اللي بعته لك تقوله. قال له تقبل يا استاذ سامي يا بلح وانت قيادي سابق في الوفد وانا احترمك واقدرك على المستوى الشخصي وتاريخك كل ده، انا زعلت اما وصلني الكلام. قلت لهم لا دي وشايه، الاستاذ سامي بلح ما اقبلش كده. لقيت الدكتور حازم خرج لمجموعه من الاعلاميين والقنوات، قناه او اتنين، وقال ان الفريق سامي عنان ليس عضوا في الحزب. هو صادق في هذا، فريق سامي عنان مش عضو في الحزب، يبقى مش مرشح باسم حزب مصر العروبي. طب من اين تقولون انه غير مرشح وتصدرون ذلك في الاعلام؟ وبدايه صدور البيان ان الهيئه العليا قد قررت ووافقت ووافق الفريق على قرارها،
ايه اللي حصل بين المرحلتين؟ ما هي الاسباب التي دفعتكم لان تتنصروا من حزب مصر العروبة؟ ما هي الاسباب التي دفعتكم لان تهمشوا القيادات؟ ما هي الاسباب التي دفعتكم تستعينوا بها؟ تطرح تساؤلات بس ولا عندك اجابة؟ لا، لما نقول لحضرتك اجابات كلها ظهرت تماما في بيان سيادة الفريق. عندما تعرض للدولة المصرية، عندما تعرض للجيش المصري اللي هو قائده واحد قادته اللي حارب وأدى دور وطني، طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر على سيادة فريق سامعنا. لكن لما تيجي حد يكتب بيان سواء حضرتك أو غيرك وتقول إن القوات المسلحة تحملت في هذه المرحلة عبئا كاد فوق طاقتها وهذا الأمر سيعاد تصحيحه، إلا تم سيادة الفريق القوات المسلحة طول عهدنا بها منذ ثورة 52 وتتحمل عبء عن الشعب والتي تحمي حدوده والتي تحمي أمنه القومي والتي تقيم المشروعات الوطنية والتي تخدم. وإذا كان في أزمات اقتصادية بتمد يد العون يعني قامت بالقوات المسلحة. فدي مسألة مش معنى إن احنا نبقى زعلانين من حاجة أو متضايقين من حاجة أو تمنا يعني أو مدفوعين بحاجة أو دي نقطة تانية. إن احنا نهيل التراب على مؤسسة عريقة، قلت لا ده في خطورة، ده ممكن يعمل شق للصف بس المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد ولا يمكن لأحد أن يدفعها لأن تفعل ذلك. لكن هذا الكلام كله لقيت بقى تابعت الكتائب الإلكترونية الموجهة من الخارج ومن أنت لما لقيت ما يشبه حالة الاختطاف دي وابعاد الحزب، بدات تدور على مين دول وبيعملوا ايه؟ طبعا لانه حتى هذه اللحظه انت ما قلتلناش يعني اسباب ومبررات. ما هو كل دي اسباب اهو لغايه ما كل دي مش اسباب لغايه ما لقيت كمان الرساله التي نشرت اللي جايه من الاستاذ يوسف ندى اللي بيحط فيها شروط وبيؤكد فيها ان احنا هنتفق على دعم الفريق سامي عنان عند تحقق 6 شروط. اولها ان الايه الرئيس الشرعي محمد مرسي يتنازل ويقول ان انا وافق انت تكمل. طب يعني ما وافقش نقعد بقى 20 سنة نقول للمسألة دي. وكمان ان تصحيح اوضاع المعتقلين وعادة المحاكمات كويس. قلت ايه ده انا بقى مش واحد بقى. سياسي يعني كده وسعت دي لا مش مسألة وسع. ده انا قمت جايب البيان اللي طلعه سيادة الفريق سامي عنان وحطيته قدام البيان اللي عمله الأستاذ يوسف ندى اللي هو كان مسؤول سابق عن العلاقات الدولية للإخوان. انت حطيتهم وقعدت قراءة الايه البيانين. لقيت البيان اللي أصدره سيادة الفريق في الأول هو متضمن مجموعة من المطالب التي جاءت في بيان يوسف ندى. إذن دي مسألة كده لا تمر مرورا عابرا. لما يجي سيادة الفريق يقول أنا سأعيد كل المحاكمات التي سبق منذ 25 يناير حتى أراد أن يقدم لهم شيء جيد حتى بما فيها القضايا اللي هو متهم فيها التي أنا متهم فيها يعني. وخلي بالك في تعهد كتابي بهذا كتابي بهذا. طب أنا أقول لك على حاجة بقى، انت فاكر المقال اللي انت قلت لي يعني انه في انت متقل على الفريق شويه؟ فاكر المقال ده؟ ايوه لما كلمت حضرتك قلت لك يعني بتزعل. تعرف انه المقال ده كان فيه معلومه انه سامي عنان قدم تعهدا شفويا لمجموعه من القوى السياسيه انه هيفتح كل القضايا من 25 يناير؟ الكلام ده كان في مايو اللي فات. ده معناه النهارده بتقول لي انه كان في تعهد كتابي. طبعا ده معناه ايه؟ ان انت بتشكك في مؤسسة القضاء. يبقى انت عندك هذه الجيش بتعمل فيه مشكلة، هذه مؤسسة القضاء وكان المحاكمات السابقة كلها لا تعبر عن حق. يا سيدي القاضي اللي قضى بالمخالفة للضمير وانه قضى بالخطأ، مش بالخطأ بالخطأ المقصود، وانه تخلى عن انه ظل الله في الارض، الله سيحاسبه. ربنا يحاسبه. وبعدين ما عنديش، عندي 3 درجات للتقاضي. عندي الحكم الاول في الجنايات
بيصدر الحكم، ومن حقك أن تنقض هذا الحكم، تتصدى محكمة النقض، فإذا قبلت النقض تعاد محاكمتك، ولك كمان بعد ما تعاد المحاكمة النقض نمرة اتنين، وعندك التماس إعادة النظر. بكلمك بقى الحاجات اللي درستها في كلية الحقوق، التماس إعادة النظر في الآخر لو أنت بعد ما حكموا عليك نهائيا جاءت أدلة تثبت براءتك. لا، هو بيتكلم كده انه جاي الراجل يعمل عهد جديد، يعني أيوة هو أيوة بينزل ستاره عن كل اللي حصل كويس على من اللي عملوه في 30 يونيو وراجع بينا النقطه قبل 30 ده يونيو. هل السؤال، هل الدوله المصريه تتحمل هذا؟ بالطبع لا. هل الشعب المصري ممكن يتحمل هذا ان يرجع تاني من بدايه الصفر وهو الشعب الذي يعاني المشكلات الحياتية، يعاني ارتفاع الأسعار، يعاني الغلاء، يعاني نقص الدواء، يعاني أمور كثيرة جدا. ليه؟ لأن ظروف الدولة المصرية وهي جزء من المنطقة العربية، المنطقة العربية فيها مشكلات كثيرة جدا. ليه؟ هذه المشكلات جت لنا من أمريكا ومن جواسيس أمريكا وجواسيس أوروبا اللي خدوا أموال مغسولة قذرة. الحمد لله يا أخي، الناس دي عندها بجاحة، ممكن تيجي عندي ويقول لي أنت إيه المواقف دي؟ انتوا بتوع الامن، واحد يطلع الصبح يقول لك انتوا مستخدمين من الامن. اقول له يا اخي الدولة المصرية اكبر من ان تستخدم احدا، يعني ما عندهاش يعني اصل حالة من الضعف عشان تستخدم واحد زي رجب للحميد. ها، وبعدين لو انني مستخدم من هذا زي البعض ما بيقول، اليس ذلك اشرف من ان من امثالكم ايها المستخدمون تارة من CIA المخابرات الامريكية، وتارة اخرى من المحافل الاوروبية الداعمة لكم بالمال القذر لتسقطوا منطقتكم العربية كلها في ايدي الصهيونية العالمية؟ هل نسيتم ما حدث في ليبيا والعراق وتونس واليمن والسودان ويعبس بأمننا القومي في حوض البحر الأحمر؟ وانت الالتهام ده، الالتهام ده بطبيعة الحال وجه ليك. لا ما انا عشان كده كنت بوضح. لا انا كنت بوضح انه انت واخد قرار طبعا الاستقالة من الحزب. لا سامي بلح، انا ابلغته قبل من يوم الجمعة قبل ما معرفش تطورات الاحداث. انا للامانة لقيت القيادات اللي بتعمل ضد الدولة بيتم اختيارها. رسائل يوسف، انتظرت بقى ان سيادة الفريق يطلع. طيب يرد على 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 الرساله بتاعه الاستاذ يوسف ندى. احنا هنيجي لمساله العلاقه ما بين الاخوان، جماعه الاخوان الارهابيه والمجموعه دي اللي حوالين سامي عنان وسامي عنان نفسه، بس خلينا ناخد فاصل قصير ونرجع تاني. فاصل واعود مره اخرى الى ضيفي الكريم شيخ رجب الحميد. اهلا بكم من جديد. لم نكن نقرا كف الغيب وقتها في مايو 2017، احنا بنتكلم حوالي اكتر من 7 شهور. اتكلمنا عن المشهد الحالي، كان الشيخ رجب هلال حميده ضيف على زميلي وصديقي العزيز استاذ خالد صلاح في برنامج اخر النهار، واتكلمنا تقريبا عن اللي بيحصل دلوقتي بالظبط. انا استاذنك شيخ رجب نسمع اللي كان بيننا ده في 17 مايو 2017، اسمعوا حضراتكم وبعدين هرجع للشيخ رجب يعلق عليه. الشيخ رجب ام ابا هو جزء الان من تجربه سياسيه تتشكل على الارض على راسها الفريق سامي عنان عبر حزب مصر العروبي. يعني شاء او ابا هو جزء من هذه التجربه. وهو بموقعيته فيما اعرف ان هو امين عام للسياسات، وهو رجل متحدث، يعني هو انت عارف الشيخ رجب لا يحتاج الى ان ياخذ منصب المتحدث الاعلامي حتى يتحدث، هو رجل متحدث طول الوقت. فعندما يتحدث وعندما يقول هذا في قنوات الاعلام انا زي ما بيقولوا كده ايه اتحسس عقلي. يعني ما اقدرش اسلم بانه المساله كده ايه بريئه لا جد الصدفه، لان هذه ليست قناه. انت تعلم جيدا ان هذه قنوات معاديه للنظام المصري. طيب انت كمان النقطه واضحه دكتور محمد، انت كمان كتبت يمكن بعد اللي عمله الشيخ رجب وفيما بدا لي انه نقد لسامي عنان وانه عنده اتصالات مع
البرادعي وعنده اتصالات لترتيب حاجات على الارض، الكلام ده معلومات ولا تقديرات سياسيه من عندك؟ انا يمكن كتبت قبل ما الشيخ رجب يتكلم مع القنوات، لان انا كتبت من حوالي 4 5 ايام، وفيما اعلم هو من حوالي يومين بس اتكلم، واستندت الى معلومات واضحه جدا. هذه المعلومات تقول ان هناك تحركات واضحه على الارض من قبل الفريق سامي عنان لترشيح نفسه في الانتخابات 2018، وهذا لا يعيبه ولا احد يرفضه. لكن انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا لما سالنا وهو قال لصحفي عندي في القسم السياسي، قال له انه انا لم احسم امري حتى الان، واذا لم يترشح الرئيس الشيخي في الانتخابات فانا هترشح، لكن ليست هناك كلمه فاصله. على العكس تمام، هناك تحركات. طب الاشاره للقاءاته دي كانت اشاره لايه؟ يعني دي قلقاك، مزعلاك، بتحبها، كويسه، وحشه؟ طبيعي عندما يطرح نفسه مرشح للرئاسه ان تكون هناك تحالفات على الارض، والراجل في النهايه بيلعب سياسه. لكن عندما يكون احنا كان الرئيس بيتكلم في الحوار الاخير بتاع الرؤساء التحرير، اللي هو بيقول نحن حتى هذه اللحظه في مرحله تثبيت الدوله. ففي مرحله تثبيت الدوله من يقوم بترشيح نفسه فلا بد ان ارى تحالفات، وانا لقيت دلوقتي في تحالف واضح جدا. يعني عادي بالنسبه لك، مش حاجه مقلقه؟ لا لا لا، هو ما فعله اللي هقوله لحضرتك ده، هو الاول يمد خط مع الاخوان المسلمين بشكل واضح جدا، ويغازي القاعده، مش قاعده الاخوان المسلمين بس، لا ده قاعده الاخوان المسلمين وقاعده المتعاطفين مع الاخوان المسلمين. يعني انت رايك انه سامي عنان يغازي قاعده الاخوان المسلمين؟ بس في معلومه انا يعني نحققها، ويمكن خلال 48 ساعه تبقى عندنا في البرنامج. يعني نحن الان بين يدي ارقام للميزانيه المرصوده لتمويل حمله سامي عنان في الانتخابات. حلو قوي، بشكرك، شكرا جزيلا. فاكر؟ اه طبعا فاكر، وفاكر قلت لك انه ما انا قلت لك الخلاف بدا من حول الظهور الاعلامي من 8 من شهور من وقتها. بس احنا اتكلمنا وقتها انه الاموال المرصوده لتمويل حمله سامي عنان في الانتخابات الرئاسيه تصل الى مليون دولار وجايين من قطر. هو رفع عليه قضيه في المحكمه واحنا كسبناها بسبب الحكايه دي. الحمد لله. وانا حتى ما عرضت، انت قلت لك انا يوم ان يثبت لدي ان هناك مجرد الاعلان من اي جهه انها ستدعم الفريق سامي في حملات انتخابيه ماليا، انا الذي ساتصدى لذلك وسارفضه. وقلت يومها فاكر ان كمان ان ينبغي ان يكون الرهان الوحيد على الشارع المصري وعلى المواطن المصري، والمواطن المصري. طب انت لقيت ايه بعد ما اعلن؟ عارف، بس قبل ما اعلن اهو، اما الاقي الاستاذ يوسف ندى كاتب، واوضح ندى ان رسالته شخصيه، كلام يعني عشان الاعلام، في اشاره الى انها لا تمثل الاخوان التي لم تعلن للان موقفا رسميا بخصوص الرئاسه المقرره في مارس اذار. بقول لك بص بقى اللي جاي، والمح مين اللي ألمح؟ السيد الأستاذ يوسف ندى، وألمح إلى إمكانية أن يقوم بدور الوساطة بين عنان والإخوان، مخاطبا المرشح الرئاسي المحتمل، وبيقول له إيه؟ ليس من العسير أن تجد الوسيلة للتواصل معي من أجل الخير لبلادنا العزيزة. واختتم نداء واختتم ندى رسالته بالقول: أسأل الله لك بن قسن عنان، أسأل الله لك عنان العون والحماية والتوفيق، الخير لبلادنا. جميل أنك ندعو لبعضنا بظاهر الغيب والتمول، لكن بقول له لا، أنت لا تعجز أن تتواصل، وأنا ممكن أن أكون رسول خير مستنيك. ده هو الممول الرئيسي الأستاذ ندى. ما هم احنا عارضين اهو الشروط، الشروط اللي هم قالوها له عشان يأيدوه. النقطة أنا كنت منتظر أن من حق الأستاذ يوسف ندى أن يعبر ويقول رأيه الشخصي أو رأي الإخوان أو الكلام اللي مكتوب ده، ويحط شروط ويحط كل شيء. لكن المشكلة عند المرشح الرئاسي المحتمل، كان من الممكن أن يخرج، وكان من الواجب والمحتم سياسيا
واستراتيجيا، وانت رئيس الاركان رجل عندك استراتيجيات وعندك رؤيه وعندك، ليس هناك عذر بالجهل لاحد في هذه المواقف. انت انتظرته يطلع يرصد الكلام ده؟ انا انتظر، قلت سانتظر ولن اتسرع. حتى تخرج يا سيرة الفريق فترد على مثل هذه الرسالة. وحتى ان انا قبل ما انتظر قلت يمكن دي رسالة مدسوسة على الاستاذ ندى وعلى الفريق، لكن اتضح لي قمت متابع ايه بقى قنوات الاخوان نفسها، فوجدت على مكملين استاذ محمد ناصر بيحلل هذه الرسالة وبيستضيف كثيرين يتحدثوا في هذا الجانب، فتأكد ليك ان المسألة صحيحة. فانتظرت بقى ان سيادة الفريق يخرج يرد ويوضح ما ردوا على هذه الرسالة، ما طبيعة هذه الرسالة. فانتظرت كل هذه الامور تجعلني انتظر في حزب مدني ليبرالي صحيح مفتوح لكل المصريين، لكن ما تمر به الدولة المصرية يا سيدي من انكسارات في الاقتصاد وتعطل الوفود السياحية وعمليات الإرهاب وإسقاط الطائرة الروسية وتوقف السياحة، وده رافض من رافض الناتج القومي والدخل القومي. كيف سأتمم المشروعات بالدون فقط؟ ما الذي يدفع الدولة المصرية لزيادة معدلات الدين؟ ما فيش استثمارات، ما فيش أموال جاية من الخارج، ما فيش سياحة، ما فيش تحولات مصريين. فدي مرحلة صنعها أعداء الوطن. بس احنا ما بنتكلمش على الإخوان بس اللي اعلنوا تأييدهم ليه، يعني في جهات اخرى ايضا يعني طبعا زي قطر اعلنوا رسميا، وده اليوم بقى اللي انا قلت لحضرتك فيه، لو حصل ان حد اعلن وقال ان هيدعم وانت ما تردش وما توضحش هيكون لي موقف. لما تطلع قطر مسؤولين او افراد قطريون ويقولوا سندعم الفريق سامي عنان في الانتخابات الرئاسية دعما لوجستيا وماليا الى اخره اذا اصبح مرشحا، يعني بعد ما تخطى مسألة التوكيلات والامور دي كلها، ولم يخرج احد لا من الحزب ولا سيادة فريق يرد على هذا الكلام اللي هو تدخل في الشأن المصري، اللي هو تعريض بالسلم الاجتماعي والاستقرار والامن المصري. وما تردش، انت منتظر مني يا دكتور محمد بكل ادب وبكل احترام أن أبتعد عن هذا الحزب. ولكن عندما يبتعد رجب بلال حميدة، لو هكذا ابتعدت في الصمت في الصمت صحيح، قال ما الذي يجعلك تتوارى في الخفاء؟ ومن قد فقمت متصل بالأستاذ سامي بلح، قلت له أسباب كثيرة ومنها أمور تتعلق به بالمسألة عدم الرد والتهديدات بالتجميد وعدم التحدث للإعلام وكل هذا الكلام، وانا رجل مشتغل بالعمل السياسي لا استطيع ان ابتعد عن الاعلام والصحافه، وانا رجل امين عام السياسات بهذا الحزب. ازاي نمره اتنين التفاهمات دي وتعيين ناس من خارج الحزب عليهم تحفظات، كل الكلام ده انتوا واخديننا ورايحين فين؟ ان احنا منصوب لنا فخ. قولوا لسياده الفريق اخرج رد على الناس دي، ابعد الناس دي. انا اتحدث بقلب الرجل المحب له الخائف عليه، احنا مش ممكن نسقط في هذا الفخ يا جماعه. انتوا بتحطوا استراتيجيه سياسيه ازاي؟ قطر بتدخل في الخط، القابعين في تركيا بيدخلوا في الخط، كمان انتوا بتتواصلوا بتكتب انكم متواصلين مع الاستاذ عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن اللي كان مستشار رئيس مرسي، اللي انتوا متداخلين مع اطلبوا بتبقاش على الشيخ ناجح ابراهيم، متواصلين مع الاستاذ محمد سليم العوة والمستشار محمود مكي، تروحين على فين؟ يا جماعة انا سادعم الفريق بكل قوة لانه راجل منتمي للمصلحة وبدعم حزبي، بس مش كده، بس انا بقى ضد كمان، قلت لهم في الدون ضد ان يترشح الفريق. قالوا لي طب اسبابك ايه؟ طول اسباب ان ده قائد من المؤسسه العسكريه، يعني ما ينفعش انا مع اي حد يترشح ضد الرئيس السيسي من المؤسسات المدنيه من الاحزاب. يطلع سيد البدوي مع الاستاذ خالد علي يترشح ومحدش يشتم فيهم، يا جماعه ده حق دستوري وقانوني. محدش لكن لو سمحت بس نقطة هنا، لكن ضد الترشح حد، لكن ما انا هقول لحضرتك انا مع الاستاذ خالد علي، ده حقه الدستوري والقانوني، ومحدش يطلع يشتمه ويشكك في وطنيته عيب.
ومع ان السيد البدوي يطلع مع اي حد من القيادات، مع المهندس موسى مصطفى موسى كقياده سياسيه، مع الاستاذ ناجي الشهاب، مصر مليانه. كنكم توقفتوا ما تجوش تعيبوا بقى الاخرين، لكن انا خوفي ان يطلع الرئيس السيسي قائد عسكري، والفريق سامع عنان قائد عسكري، والمؤسسه العسكريه هي فوق رؤوسنا جميعا، لانها التي تحمينا ونحن في بيوتنا، هي التي تحمي مدخراتنا، تحمي مكتسباتنا. يعني انت من الاساس كنت رافض انه يترشح؟ خالص نهائيا. قلت ان ده ان انا برفض ده، لان مش عايز اتنين، لان ده يؤثر من 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 ناحيه، يؤثر على الجيش، ده قائد وده قائد، ده قائد وده قائد. طب انا هسال حضرتك سؤال. ومن هنا ومن هنا لم يستمعوا لشيء ابدا. وكده قمت اعمل مؤتمر، قمت مبلغ الاستاذ سامي بلح يوم الجمعه الماضي بعد الصلاه، هو سامعني الان ايضا زي ما قلت عند الاستاذ احمد موسى هذا الكلام، يرد يقول لا ما اتصلتش بيه. هو قال للصحفيين الاستاذ رجب تواصل معي لمده تقارب ساعه الا ربع، وتحاورنا وتناقشنا وانتهينا، وهو قدم استقالته ليه لما بيقولوا في مؤتمر صحفي. لما قالوا لي كده استفزيت كمان، قلت لا بقى، ده انا بقى طالما بقول لك كده وانت مش عاجبك هذا الكلام وتستفزني، طب انا هعمل، مش هعلن استقالتي في الخفاء لانني لست نكره، وانا هعلن استقالتي المسببه عبر وسائل الاعلام حتى يشاهدها العالم كله بوجه العموم، والمصريون الشرفاء بوجه الخصوص، والشعب المصري كله شريف إلا الخونة والمتآمرين على الدولة المصرية، ولن تسقط مصر أبدا في أيدي الخونة، ونواثق أن الشعب المصري سيتحمل المعاناة ويتحمل ويتحمل، لأنه حريص على الدولة المصرية، وأنه لا يريد للتجارب السيئة أن تتكرر. لكن في نفس الوقت بطالب الرئيس السيسي أن يدفع الحكومة دفعا، يدفعها دفعا للنظر إلى البسطاء، إلى الفقراء، إلى المستضعفين، إلى المعوزين، افعلوا وسائل، انقلوا، عدلوا الموازنة العامة للدولة، انقلوا بنود، انقلوا أموال من البند مثلا، بند البند وزارة الخارجية قللوه، بدل ما بتاخد مثلا مثلا يعني نص مليار ادوها فقط 400 مليون، وخدوا 100 وخدوا 10 مليون من هنا و10 مليون من هنا و10، قدموهم في الدعم، ادوهم في المعاشات، في الضمان الاجتماعي، خففوا على الناس، الناس تحب مصر، الشعب المصري عاشق لبلده، الشعب المصري عاشق لقيادته السياسية، الشعب المصري عاشق لجيشه، عاشق لشرطته، عاشق لكل شيء، ولكننا ينبغي أن نضع الشعب المصري فوق رؤوسنا، لأنه مصدر السلطة، وهو صاحب الحق الأصيل، وهو السيد، وهو صانع النجوم. طيب أنا هسألك سؤالين، سؤال هتجاوب علي بجملة، والسؤال الثاني هتجاوب عليه بكلمة واحدة. تمام. السؤال اللي هتجاوب عليه بجملة، سامي عنان ظلم نفسه أم ظلمه من حوله؟ ظلم نفسه وظلمه من من حوله، اتنين مع بعض. طيب. يتحمل جزء واللي حوله يتحمله جزء. طيب صوتك لمين في الانتخابات اللي جاية؟ صوتي مع الدولة المصرية، مع استقرارها، مع كل من هو. انا عايز، انك عارف انك عايز كلمة واحدة، انا قلت النهاردة وبكرر، انا مستقل، اعلنت انني استقلت من حزب مصر عروبة. صوتك لمين يا شيخ؟ وسأبقى مستقلا. صوتي لمن حمى المصريين، صوتي لمن حمى الدولة المصرية من السقوط، صوتي لمن يحنو على المصريين، ودعني انتظر حتى يوم 29 لغاية ما يتقفل باب الترشيح. ممكن انت تترشح وانت صاحبي ابقى انتخبك. انت بتورطني على هوا. لكن ما مش بوردك على هوا. انا صوتي للشرفاء و يعني انا بشكرك الحقيقه. دعني الايام ستجيب عن ذلك كله، لكن انا اقدر الرئيس السيسي واحترم الرئيس السيسي، وهو رمز الدولة المصرية، رئيس الدولة المصرية، وبطالب المصريين أن يلتفوا من حوله، لأنه هو القادر على حماية الدولة المصرية من السقوط، هو القادر على الانتهاء من الإنجازات الموجودة على الأرض في مشروعات كثيرة جدا. الرئيس يعمل
والدولة تعمل، لكن الظرف الزماني لم يمكن الدولة، فعلينا أن نلتف حول القيادة السياسية، لأن التفافنا حول القيادة السياسية هو التفاف حول الوطن، وصوتي لن يقدم ولن يؤخر، لكن ربما كلماتي يكون لها أكثر من صوتي الموضوع في الصندوق. أنا بشكرك لوجودك معايا، وبشكرك على موقفك الحقيقة اللي هو مش جديد عليك. وأنا عايز أقول بس حاجة، الحقيقة أنه هو الشيخ رجب رغم كل ما يوجه له من انتقادات، هو رجل في النهاية يفعل ما يعتقد أنه صحيح بصرف النظر عن رأي الناس فيه، وده سر من أسرار يمكن استمرار صداقتنا كل هذه السنوات واحترامي ليه. شكرا يا فندم، وبشكر حضراتكم على متابعة هذا الحوار، وتصبحون على وطنكم.